أعلنت وزارة التخطيط المجموعة الإجمالية لسكان العراق في عام 2018 قائلة إنه تجاوز 38 مليون نسمة. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن فئة الذكور تمثل العدد الأكبر من المجتمع العراقي بعدد يصل إلى 19 مليون و261 ألف نسمة، فيما بلغ عدد الإناث 18 مليون و863 ألفا. ولفتت الوزارة إلى أن المجتمع العراقي وفقا لمعطياته الديموغرافية يعد مجتمعا شابا ونشطا اقتصاديا، لأن النسبة الأكبر لأعمار سكانه التي تتراوح بين 15 و69 سنة تشكل فئة السكان النشطين اقتصادياً.